صلوا من أجل غزة، فلسطين حرة مستقلة. تغريدات نشرها اللاعب الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني سعيد أمريكان على صفحته في إنستغرام، مبديا تعاطفا كبيرا مع الفلسطينيين وسكان غزة الذين يتعرضون للاعتداء الغاشم من قبل كيان صهيوني. الجماهير العربية والمسلمة تفاعلت مع النجم الجديد لنادي ليفربول الذي نشر صورة أيضا تشير إلى أن الفلسطينيين في حاجة إلى أيادي تساعدهم وتدعو لهم. وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن رسميا تعاقده مع متوسط ميدان فريق باير ليفركوزن الألماني سابقا كان في الأيام الماضية.